زيارتنا اليوم إلى مقر فوج الطوارئ التاسع في مكانه الجديد بعد إعادة إعمار البناية المخصصة له من قبل قيادة شرطة محافظة نينوى. هذا الفوج يعمل ضمن قاطع مسؤوليته بكل أمانة ونزاهة وإخلاص. شكري وتقديري لأمر الفوج والضباط والمنتسبين لما بذلوه ويبذلوه من جهود استثنائية خلال الفترة الماضية، وأطمح إلى المزيد في الفترة المقبلة، ونحن على أعتاب لجان التفتيش الموجودة في قيادة شرطة محافظة نينوى. نتيجتكم العام كانت جيدة، أطمح سنة تكون النتيجة أفضل إن شاء الله. أتمنى لكم الموفقية والنجاح بعملكم، وأتمنى لكم الموفقية في مكانكم الجديد إن شاء الله.